مشاهدينا دائما بمحبتنا بتواصلنا معكم نكون وإياكم مع سرايا للأدوات الصحية. سرايا للأدوات الصحية الخيار الأفضل والأمثل في عالم مميز من الأدوات الصحية التي لا تتوقف. سرايا عنوانكم الدائم والعالم وعنوانكم المعروف، لأن سرايا مش فقط أدوات صحية للبيع، مش فقط أدوات صحية من أجل أن تشتروها. سرايا هي علاقة مميزة ما بين سرايا الأدوات الصحية وما بين الزبائن. مش بس هيك، عروضنا داخل المحل مميزة. سرايا الأدوات الصحية في طول كرم شارع جامعة القدس المفتوحة، دخلت الشرطة الخاصة مقابل أقصى الزجاج. مش بس هيك، راح نقول لكم أنه سرايا الأدوات الصحية اليوم عند الخبراء والفنيين من شانكم، عشان هيك نشوف الأجواء، نشوف الناس، الكل بيربح. خليكم معنا مشاهدينا مع سرايا للأدوات الصحية الخيار الأفضل. سرايا للأدوات الصحية بقول لكم كل عام وانتم بخير وأهلا وسهلا فيكم. سرايا دائما في طول كرم شارع جامعة القدس المفتوحة، دخلت الشرطة الخاصة مقابل أقصى الزجاج. العالم المميز من الإكسسوارات المتعلقة في الحمامات وأيضا الدشات. كل عام وانتم بخير. انت بخير وبصحة وسلامة. أعرف عليك إلي حماد. كيف كيانين؟ الحمد لله تمام. كل عام وانتم بخير. حلوين. انت بخير الحمد لله. مبسوطين انه خلص رمضان؟ ايه هذول اعترفوا، ما شاء الله ما شاء الله، يعني عشان العيد انتم مبسوطين. طيب يلا يا سيدي، ان شاء الله ربنا بيعطيكم الصحه والعافيه، وان شاء الله بتحضروا للعيد بشكل مميز. حضرتوا للعيد؟ حضرنا الحمد لله، جاهزين. جاهزين. الله يعطيكم الصحه والعافيه. طيب اليوم برنامجنا برعايه كريمه من سرايا الادوات الصحيه. سرايا الادوات الصحيه موجودين في طول كرم شارع جامعة القدس المفتوحه، دخلت الشرطه الخاصه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نروح لسؤال. جاهزي؟ يلا جاهز هديه سرايا معك. خلينا نشوف اذا جاوبت عشان تاخذه. سؤالنا بيقول كالتالي، ركزي كثير فيه منيح، ركزي منيح. اذكري عدد الكلى في جسم الانسان. عدد الكلى؟ جسم الانسان. كليتين. ركزي انت. عدد الكلى تنتين. مركزي منيح؟ بدك تخربشني. كليتين. اعطيني إجابة صحيحة. مرات أنا في عندي أسئلة أنت بتخليها لأنها صعبة. مش عارف كم كلية جسم الإنسان. أنا مش عارف، بس أنا حاولت أخربطها وهي عرفت. سامحينا. يعطيك العافية وأنت بخير وبصحة وسلامة. مشاهدينا دائما كل عام وأنتم بألف خير، وأكيد تحيتنا الكبيرة لكم مع سرايا الأدوات الصحية خياركم الأفضل. أخونا محمد أبو سعدة بيقول لكم في برنامجكم أهلا بالعيد، كل عام وأنتم بخير، وأكيد سرايا الأدوات الصحية الخيار الأفضل في شارع جامعة القدس المفتوحة، دخلت الشرطة الخاصة مقابل أقصى الزجاج. كل عام وأنتم بخير. خير. اهلا وسهلا. تعرف عليك احمد عجاج من صيدا. اهلا وسهلا فيك يا اخ احمد. كيف تحضيرات العيد معكم؟ الحمد لله رب العالمين. شغال على الخط؟ ان شاء الله. الشغل هسه والله بعد الحركه مش كثير. لا طيب ان شاء الله بتشد. ان شاء الله ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. اليوم برنامجها تحت رعايه كريم من سرايا للادوات الصحيه. سرايا الادوات الصحيه المميزون دوما. اخونا محمد ابو سعد بوجه تحيه لكم كلياتكم واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بدي اسالك سؤال، جاوب عليه صح لازم تاخذ اكيد جائزه. جاوب صح بنقول لك شكرا لك، بس ان شاء الله بتجاوب صح. سؤالنا بيقول كالتالي، كم دوله يعبر من خلالها نهر النيل؟ كم دوله نهر النيل؟ اربعه. جواب نهائي اربعه. خيارات في؟ طيب يلا على الخيارات. اربع دول، خمس دول، 10 دول، 20 دوله. اربع دول. متأكد؟ جواب نهائي؟ نهائي. إجابتك غلط. شكرا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا سرايا الأدوات الصحية، سرايا المميزون للأدوات الصحية، عنوانكم وخياركم. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير والصحة والسلام يا أبوي. كيف حالك؟ والشعب الفلسطيني كله. إن شاء الله. فضل من الله، الحمد لله رب العالمين. حضرت العيد يا حاج؟ حضرته للعيد؟ إن شاء الله، إن شاء الله يا أبوي، إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. الله يخليك. اكيد دائما وابدا كل عام وانت بخير وكل شعبنا بخير، وان شاء الله مع سرايا الادوات الصحيه اخونا محمد ابو سعد انتم بخير. روحنا سؤال. تفضل يا ابو. بس اليوم برنامج برعايه مين تعرف؟ برعايه الادوات الصحيه. سرايا. سرايا للادوات الصحيه. الادوات الصحيه. سرايا موجودين في طول كرم شارع جامعه القدس المفتوحه. شارع جامعة القدس المفتوحة مقابل أقصى الزجاج، دخلت الشرطة الخاصة. عرفت المنطقة؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب روح لسؤال. يلا يلا إن شاء الله سؤالك بيكون سهل إن شاء الله وبتتعقدش من السؤال. سؤالنا بيقول كالتالي، ركز فيه منيح عشان تجاوبه صح. إن شاء الله. من هو أول بيت بني في مكة المكرمة؟ بيت إيش؟ والله ما عارف. أول بيت بني في أعطينا خيارات يا سيدي. يلا. هل هو بيت الأجر، بيت الثواب، بيت الأجر، بيت الثواب، بيت النميمة، بيت الحوزة؟ بيت الحوزة.
مش بيت الأجر يعني. بيت الأجر يا سيدي. ولا بيت النميمة. وبعدين. ولا بيت. كل معناته. راس كيف تقاعد إيش يلا. إيش بدك؟ شو بدي؟ أعطيني سؤال هيك خفيف نظيف. أي أعطيتك سؤال. أي أول بيت بني في مكة. غششونا يا عمي بدنا نربع شو تربعوا بالأول. يلا ضعد العشرة. واحد. اثنين. ثلاث. بيت. أربعة. خمسة. ستة. بيت النميمة يا سيدي. بيت النميمة جواب نهائي؟ نهائي خلاص. إجابتك غلط. مشاهدينا مع سرايا الأدوات الصحية معكم دائما وأبدا، فكل عام وأنتم بألف خير. السرايا عنوانكم المميز. أخوانا محمد أبو سعد بكلكم دائما أهلا في العيد، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير وصحة وسلامة. تعرف عليك؟ إيه معالي. دين يا معالي. من وين يا معالي؟ من صيدا. أهلا وسهلا فيك يا معالي. معالي اليوم نحكي عن تحضيرات العيد، كيف تحضيراتكم للعيد؟ الحمد لله منيحة الحمد ماشي الحال؟ ماشي الحال. يلا الله يعطيكم الصحة والعافية. نروح لسرايا الأدوات الصحية، راعي البرنامج سرايا الأدوات الصحية، العالم مميز من إكسسوارات وعالم مميز من مستلزمات الحمامات والدشات، دائما خياركم الأفضل سرايا الأدوات الصحية. نروح للسؤال، بكل سؤالك من أول من طاف حول الكعبة؟ من أول من طاف حول الكعبة؟ الملائكة. الملائكة. تأكدي؟ جواب نهائي يعني؟ جواب نهائي. إجابة صحيحة، الملائكة هم أول من طاف حول الكعبة. تفضل هي جائزتك من سرايا الأدوات الصحية. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير. وأنت بالخير. كيف الحال؟ الحمد لله. اليوم برنامج جنب دعاية كريم من سرايا الأدوات الصحية. سرايا عنوانكم المميز بعالم مميز من الأدوات الصحية، إكسسوارات الحمامات والشاورات. كل عام وأنت بخير. وأنت بالخير. تعرف عليك؟ أحمد كسراوي. أهلا يا أحمد. جاهز السؤال؟ تفضل. تأكد أنك حتعرف تجاوبه؟ نقول يا رب. من هو أول شخص أعطى هدية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أول شخص أعطى هدية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش عارف الصحيح. يلا راح أعطيك خيارات. هل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زيد بن حارثة رضي الله عنه؟ أبو بكر. أبو بكر الصديق. تأكد. نقول إن شاء الله. إجابتك غلط. شكرا لك. مشاهدينا دائما وابدا السرايا الادوات الصحيه عنوانكم المميز في طول كرم شارع جامعه القدس مفتوحه دخلت الشرطه الخاصه مقابل اقصى الزجاج. فنيون وخبراؤنا جاهزون للتعامل مع كل الحالات المتعلقه في سرايا الادوات الصحيه. شكرا لك، واكيد بقول لك كل عام بخير. وانت بخير. اروح عليك محمد طهاني من جنين. اهلا وسهلا فيك، كيف الامور؟ والله الحمد لله. كل شيء ماشي؟ الحمد لله. كيف اهلنا بجنين؟ ايه جنين الصمود. اكيد. اهلا وسهلا فيك. حضرتوا للعيد؟ حضرتوا للعيد؟ الحمد لله. ماشي الحال. ماشي. يلا يا سيدي رح نعطيك سؤال من سرايا الأدوات الصحية. تعرف طول كرم شارع جامعة القدس المفتوحة دخلت الشرطة الخاصة، سرايا موجودين هناك ومميزون دوما ودائما. سؤالنا بيكون كالتالي، ركز فيه منيح. ما اسم الصحابية التي استحت منه الملائكة؟ ما اسم الصحابية الذي استحت منه الملائكة؟ الصحابية اللي استحت منه الملائكة في خيارات. يلا. هل هو، ركز منيح، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، أم أوس بن طلحة رضي الله عنه؟ علي. ركز منيح، أعطيك آخر فرصة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، أوس بن طلحة؟ عثمان. 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 تأكد. تأكد. يعني خلص. عثمان. وده الإجابة غلط. عادي. مش مشكلة. إجابتك صحيحة أكيد، عثمان بن عفان. فضل جائزتك نقدمها لك من سرايا الأدوات الصحية. كل عام وأنتم بخير. وأنت بالخير ويسعدكم ويخليكم. مشاهدينا أكيد بأجواء مميزة مع سرايا الأدوات الصحية، دائما نحن معكم فكل عام وأنتم بألف خير. سرايا الأدوات الصحية في طول كرم شارع جامعة القدس مفتوحة مقابل أقصى الزجاج. تحياتي. اهلا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. تعرف عليك؟ رؤى ابو حجر. يا رؤى مرحبا. اهلا. انت بخير؟ انت بخير. شو اسمك؟ توكا. اهلا وسهلا. طيب كيف حالكم؟ كيف الامور معكم؟ تحضيراتكم للعيد؟ الحمد لله بخير. تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. مش تمام ها؟ يلا اهلا وسهلا فيكم. اليوم برنامجنا تحت رعاية كريمة من سرايا الأدوات الصحية، مميزون دوما في عالم مميز من الأدوات الصحية. سؤالنا لكم بيقول كالتالي، ماذا يعنى أو ماذا يعني بالصلاة الوسطى في القرآن الكريم؟ اللي هي صلاة العصر. صلاة العصر.
شو رايك؟ صلاة المغرب. ايش صلاة المغرب يعني؟ لا العصر. عصر؟ انا بعرف هيك. هيك بتعرفي. اللي مع الجواز ملهي شو عمل لك؟ يتسني شوي. إجابة صحيحة، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى في القرآن الكريم. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. مشاهدينا بأجواء مميزة، ما زلنا معكم مع سرايا الأدوات الصحية. سرايا الأدوات الصحية خياركم المميز في عالم مميز من الأدوات الصحية، شاورات الحمامات وأيضا يعني الإكسسوارات الخاصة في الحمامات وكل ما يتعلق في الحمامات والمغاسل، وأيضا حتى بعروضنا المميزة لدى سرايا، عروض لا تتوقف داخل المعرض. زوروه في طول كرم شارع جامعة القدس المفتوحة، دخلة الشرطة الخاصة مقابل أقصى الزجاج. كل عام بخير. صحة سلامة. تعرف عليكم؟ عمر السويد مع السيد. مرام السويد كان. أهلا وسهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. طيب تحضيراتكم للعيد خلصتوها؟ هاي بنجهز هيا. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية. بعرف إنه الوقت مش ضايل كثير، ولكن أكيد بوجه لكم كلكم التحية. اليوم برنامجها برعاية كريمة من سرايا الأدوات الصحية، وإن شاء الله بتكونوا من الربحانين. سؤالنا لكم، في أي عمر يبدأ الطفل في الصوم؟ في سن تكليف وفي عند الاستطاعة. سن التكليف 10 سنوات، لكن عند الاستطاعة 7. مش رح ولا أحاول أغلطك ولا أعمل لك إشي، ورح أقول لك خذ الجائزة. شكرا لك. إجابة صحيحة، عند 7 سنوات عند الاستطاعة، والتكليف عند 10. كل عام وأنتم بخير. لهون ختام حلقتنا المميزة من سرايا الأدوات الصحية. شفنا هذه الحلقة وشفنا الناس والتقينا فيهم، وكانت أكيد سرايا الأدوات الصحية حاضرة في كل لحظة. دائما سرايا الأدوات الصحية خياركم المميز في عالم مميز لنا الأدوات الصحية التي لا تتوقف منكم وإلكم ولأجلكم، فاختاروها. كل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.